بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه من والاه. مدنا كان لك واسنتي نقابي سواس دانخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكي واسنوغن نيين القنا لي عن حلقاتي نولي عن كتاب نفس الكتاب لي شرح سول ثلاثة روحوغن والرب هو المعبود يكون هو مؤلف والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى يقول سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى بيّنكم ننكوه وضحكم ننكوه إن ربكم هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى بيّنك أنكوك معني معبود ينقونك ربك والله سبحانه وتعالى نجن أنا سماوات سخر قلنا أها نفرش سنك سيقول لقنا وخي أقول لقنا مهد أقول لقنا أنا يعني استمتع كامل سان هو ما تحسنا نكون با جنجنا كون ديبا أكون أكون منا يعني مشقة انقد تعب انقد نينيو فضل الله سبحانه وتعالى فضل حولنو إنسان تجن إن الدنيا سنيتك هي أقول أقوله الله سبحانه وتعالى سماوات سعى استرس أنا كل شيء أقول لقنا أمبرس أنا بفرش أقول لقنا ها أقصير قمت أقول لقنا أول تلد نيدم بثمرات في قولنا بريلو ينفد نولد كان تكل سولد برتقال ليمون قلي نفواكي ننتم قال دنو نفروت ننتم قال دنو كذلك أرهب بكلكم وخضار وهو بكلكم كذا شانك هو بكلكم مالينا وهب رقاتين إن أرزقني الناو جارقن نات نعصى وجعلنا الله سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الله سبحانه وتعالى سقف أويسنا ترى خبيه كل لنا جار سقف نلقى سقف شاف أويس مش كذا يعني قشت حلا لأن قشت ما وأنا معناه سقف حلا لكن أبى استوانا سقف شاف سقف لا أخوة يعني كان لدسا كله الأخوة سمنتيت لدسا كله الأخوة بلوك لدسا كله الأخوة زنكيت لدسا كله. الله سبحانه وتعالى يكون نكو وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الله سبحانه الناس أن عسترس الناس سماواتي وهب نحفظ نقول لكم أويتي لاري تاكياتر انكت قلير انكت وين قلت نهب دو سنبق. الله سبحانه وتعالى قادر قن نين قن رب العالمين يستوه نين قن رب ناتك خلقنا الدم برا يكون نقول كمان عسترد برا قم دخلنا لكم منه يعني إن عصير كذا وصل قم دخلنا انسحابسي إن يعني إن قفع سنة إن نبوكان سناتك جمعي كلهم ها. الله سبحانه وتعالى يعني نعصه اللي قلنا يعني لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وريق أي أنزل من العلو من السحاب ماء طهورا كما قال تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون أي أعطاكم لكم في أعطاكم عطاء لكم في متاعا لكم ولأنعامكم يكون نقول الله سبحانه وتعالى إن بها يمدر يندر أخن نيلك أستفيدنكم منه ابن كثير ورأي يكون نكون الخالق لهذه الأشياء
هو المستحق للعبادة. إننا نتخلق ونقول المستحق للعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها برنجن. أنواع العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والأنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنظر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل أنه يقول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه وتعالى بينك أن نكون أشياء نيل ورنقن عبادة نحاريس لي، يعني إسلام دي، إيمان دي، إحسان دي، نينقن عبادة أنواع عبادته نيد عباس توجار نسي أخوان نسي أواصان عطني نيل. حديث لنا عصه الله حديث عن جبريل فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن إماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين، وذلك أنها متضمنة للدين كله، اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.